الو 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 الو، هل تسمعني؟ انا بالقرب من الموقع، استني على الصفر. يلا سلام. باي. افشي افشي. انت بتعملي ايه هنا؟ انا كنت بتفرج على حضرتك، قصدي كنت جاي اشوف حضرتك عايز تشرب ايه. والله اشمعنى انا بالذات؟ المكان مليان اهو. حاضر حاضر، انا اسفه بس معلش. حضرتك تشرب ايه؟ معلش هاتيلي قهوة. على ما اذكر مفيش بن. ايه ده، هو القهوة عندكم بتتعمل بالبن؟ اه والله. خلاص هاتيلي عصير. على ما اذكر ما عندناش حاجة تتعصر. خلاص هات شاي. ولا ما جبتوش التموين الشهر ده؟ جبناه بس طلع الشاي مغشوش بميناء. امشي امشي من قدامي، هاتي اي حاجة تشرب. امشي. طيب صافي. وان تو ثري فور خمسة ستة سبعة تمانية. احلى سلام على طول السلام. اركب الحنطور واتحنطر. ايوه انا ايه؟ ساعة الصفر بدأت. اوكي انا جاي حالا، يلا باي. كنت حضرتك عليت صوتك عشان يسمعوك كويس. صح عندك حق، انا جاي. انت طلع يجري اخر بحر، انت مجنون ده ولا ايه؟ الله، البتاع ده اسمه ايه؟ كتاب. طالما مكتوب بالانجليزي يبقى اكيد كتاب عن الطبخ. اروح بقى اديه لعوني. بس بقى ستي، بعد ما استقريت فتره في لندن كده اخدت اهم شهاده في حياتي ورجعت. شهاده ذوي الاحتياجات الخاصه. وماله، على الاقل رحت لندن ورجعت. الدور الباقي بقى عليك انت. يلي انضف حته رحتها كانت البلكونه بتاعت بيتكم. كيف؟ مين قال لك ان بلكونه بيتنا كانت نظيفه دي بقى؟ ايه ليالي، هو انت هتصدق الهلس ده؟ واي نوت، ياسر عمره ما كذب قبل كده. عمره ما ايه؟ ده بيكذب على طوب الارض، ده بيكذب على روحه وانا بغير له. انا ما بسمحلكش. لو ان تربيتي في لندن ما تخلينيش ارد على واحد زيك. لندن؟ طب اقول لك ايه بتاع لندن، ما ترزعنا بقى كلمتين انجليزي كده. قوي قوي. ركزي في دي بقى. I'm get up early and washing my face and I love all my family every day. برافو ياسر، اكسلنت. ممكن بقى بعد اذنك يعني تسيبنا انا وليالي نقعد مع نفسنا شويه؟ لو سمحت. لو سمحت. لا يا حدق، ليالي مش عايزه انجليز، ليالي عايزه راجل وطني يعرفها يعني ايه كلمه وطن. طب ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين عشان احنا عندنا شغل. اوكي يا ليالي. اوكي وي ار اوكي. اوكي ليالي. اوكي 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 كده يا ياسر كده تحرجني قدامها وتطلع بتعرف انجليزي. انا هعمل لك ايه بقى؟ ما انت المفروض برضو تركز وتشوف موضوع الانجليزي ده. اصل بص يا خالد، الحياه يعني تقابل لجنه تقابل ايه، لازم برضو الانجليزي عندك كويس يعني. طب هتعلمني؟ ده حبيبي خلوني. قول معايا بقى عشان تركز كده. يلا كلام صعب. ها 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 A A B B D D F F كمان F كمان F Y. عوني بص، الكتاب المقلبص ده في واحد نسيه بره، فقلت اجيبه لك عشان كله مكتوب بالانجليزي. انت برضو مش بروفيسور في الانجليزي؟ يس اي داز. عايز ايه اكتر من كده؟ طيب الكتاب ده بيتكلم عن ايه بالظبط؟ او نو، ده كتاب تاريخي انا قريته ولا مره اكتر من مره. فاكره كويس، ده فيه فصل كامل عن الطبيخ. فصل كامل يعني مليان صبورات وديسكات وتلاميذ بيغشوا من بعضيهم. يس اوف كورس، وامتحانات ومستوى رفيع. انت قلتي لي جبتي الكتاب ده منين؟ اشتريته او لقيته، مش فاكره بالظبط. مع انك لسه قايله لي انك لقيتيه بره في الكافيه. مش مهم، المهم ان الكتاب التاريخي ده بقى معايا. كان من زمان نفسي الاقيه واعمل الاكله اللي موجوده في صفحه 124 السطر الخامس كلمه ثلاثه. اخرجي وسيبيني دلوقتي بسرعه. حاضر. اخرج منين؟ من اي حته اخرجي. مساعدين، اجتماع عاجل. انا زعلان منك قوي يا ليالي. مني انا؟ طبعا. ايه يعني الواد ياسر بيعرف انجليزي؟ انا اللي دمر مستقبلي وخلى تعليمي في الحضيض المسؤوليه. انا كنت مسؤول عن 13 فرد. اهلك؟ لا اهل ياسر. بس انا عارفه ان ياسر، انت ما تعرفيش حاجه خالص. ياسر ده زباله وعيلته زباله، ما تبصيش الفرع بتاعك. ايوه انا اللي عارف ياسر، ولعلمك بقى لولايا ياسر ده كان زمانه ميت. ازاي يا خالد؟ قول لي بليز. ايوه احنا كنا مع بعض في المدرسه، وبعدين واحنا خارجين ياسر لقى سندوتش في الشارع، فراح جاري على السندوتش.
يوكو ياسر بياكل من الشارع؟ يا ومن صناديق الزباله، هو والكلاب والقطط اصحاب مع بعض. المهم هو لما جري بقى على الساندوتش، رحت انا جاري زقه، رحت انا واكل الساندوتش. طب انت ليه عملت كده؟ عشان شكيت في الساندوتش فقلت اكل انا، فجالي تسمم وكنت هموت. او ماي جاد وموت. لا حلوه حلوه. طب انت ليه عملت كده يا خالد؟ كنت جعان جدا. يعني قصدي يعني ان انا كنت بضحي عشان صاحبي. خالد انت بطل حقيقي. انا مش بقولك كده عشان تقولي عليا بطل يا ليالي، انا بقولك كده عشان اثبتلك ان ياسر زباله حقيقي زباله. وبعدين كلك نظر بقى انت في الاخر، انا هسيبك عشان تاخدي القرار المناسب. تاخد قطمة؟ ايوه. مش جعانة ولا ايه؟ النهارده مستر خالد انا هاكلك الاكله الاردع الاسوأ في تاريخي. وانت تاريخك كله معروف يا عوني. اسمها ايه الاكله دي يا عوني؟ اسمها اوزباخ بالجبنه. وده بيتاكل؟ اعتقد دي اشهر اكله هولنديه. وانت عرفتها ازاي دي؟ نو مستر خالد، انا يعرف كل اكلات في كل العالم، انا اعرف طبيخ كل العالم مستر خالد. واضح طبعا من لغتك العظيمه. المهم هتدوق ولا لا؟ امر لله، هي الموتة ولا اكتر. اوكي. دي طلعت حلوه يا عم. اي ام سوري، ما اقصدش. ايه الخيانه دي بقى؟ تاكله من خيره وانت عارف ان انا جعان؟ تعالى مش هتصدق، عوني عامل اكل حلو. هو انا عاوز اودي جامده قوي. اسمها ايه الاكل ده يا عوني؟ اوزباخ بالجبنه. اتفضلوا. يا رب ما تعجبكم المره دي. انا مش فاهم ازاي الاكل بيعجبكم، انا بفشل ولا ايه؟ هو ميزه الاكله دي الوحيده يا عوني ان انا مش قادر احدد اذا كانت فراخ ولا لحمه. يعني انا اقصر. وبعدين يعني يا عوني بصراحه انت اول مره تعمل اكله طعمها حلو. امال قبل كده كنت بعمل ايه؟ كنت بتعمل عبيط يا عوني، واي واحد يقول لك الاكله وحشه تقول انت مش فاهم في الاكل. خلاص بقى يا اولاد، الكلام ده كان زمان قبل الاصباخ بالجبنه، دلوقتي خلاص بصوا بقى مع بعضينا بقى بالانس وبدماغنا في قلب الطبق. انتوا كلكم بتاكلوا سايبين الزباين لوحدهم مع هاله؟ نعمل ايه بس؟ الاصباخ عوني عمل لنا اصباخ بالجبنه. هلسه I'll be waiting for you. Thanks, bye. بتكلمي مين يا ليالي؟ أكيد بتكلمي حد أجنبي. فعلاً يا ياسر، عشان كده أنت اللي هتستقبلهم. استقبلني؟ هما بيتكلموا أي لغة يعني؟ English. يلا يا عم، متعنا بقى بإمكانياتك اللغوية. اللغوية ولا عليا، أنا صايت إعدادية أصلاً. لا ياسر ما تهزرش. لا مش بهزر بجد، أنا صايت إعدادية. شفتي؟ وقع بلسانه وطلع جاهل. يعني أنت مش واخد شهادة من لندن؟ ده صايع. ايوه صح، انا صايع، انا اخر شهاده واخدها فعلا كانت الابتدائيه وبالغش. انا مش مصدقه، انت يا ياسر بتكذب عليا انا؟ يعني اول مره ليالي، ما انا طول عمري اصلا بكذب عليك. انت فين من الصبح؟ انا كنت بشرب سجاير في الحمام. ايه؟ كنت بشرب سجاير في الحمام. انت بتشرب سجاير؟ يا ابن الايه؟ انا كنت خايف قوي لو كنت فاكره ان انا بحبك عشان خاطر فلوس ابوكي. لا يا حبيبي اوعى تقول كده، انا عارفه ان الفلوس ما تهمكش. عشان عمري ما كان معايا فلوس يا حبيبي. يا حبيبتي الاسباغ بالجبنه اللي طلبتوه يا كتاكيت. بالهنا والشفا. يلا يا حبيبتي يلا. بس بقى دخلت امتحان الاعداديه وكان معايا شنطه برشام قد كده عشان اغش منها بمزاجي بقى، بس فجاه بقى مسكوني بالشنطه ورفدوني. الظلمه
الظلمه عشان مسكوك بشنطه برشام بحالها. ده انت لو في امريكا كانوا حبسوك. ماما انا عامل ايه بقى؟ ما انا كان نفسي انجح وابقى شاطر زي اخوكي الله يرحمه يعني، لان انا كنت بحقد يعني بكرههم كنت مش يا تصدق انك نزلت من النظر قوي 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 قوي. مش معقول يا ياسر، بدل ما تنجح بمجهودك وبعرق جبينك وتبقى مكافح تغش تغش. طب هدي اللعبة بقى يا حقنة. ما تقولوش كده، لازم تقوله ثانكيو لانه انقذ حياتك. اللي ايه؟ انقذ حياتي انا؟ ايوه فكره يا خالد لانه نسي. هو دايما كده بينسى ليالي، هو بينسى وبينسى كمان ان انا اللي بلغت عنه لما كان بيغش. انت خالد بقى فن؟ لا ايوه انا اللي بلغت عنه لما كان بيغش وبعت الناس لانه ما كان راضي بقى، ما كانش راضي يديني البرشامه بتاعت امتحان التربيه القوميه في اليوم اللي قبل. ايه ده؟ بصي انا حاسس ان في واحد بيتكلم في دماغي. انا مش قادره ابص لكم، مش قادره حتى اسمع صوتكم. لوزرز. انت خالد اللي بلغت عنه؟ ضيعت مستقبلي في امتحان الاعداديه؟ ايوه يلا انا اللي بقى. يعني انت عمرك ما حبيت واحده غيري؟ انا احب عليك يا عفاف. ايه عفاف؟ لا انا ما كانش قصدي. يعني انت بتضحك عليا؟ لا 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 بضحك عليك عشان فلوس ابوكي. بضحك عليك كده. طب ابقى عابني بقى لو طولت مليم واحد منهم. يا عيره يا جربان، ده انا اساسا انا اللي بدفع الحساب. ايوه انا عايز اعرف الاكل بتاعي راح فين. الاكل بتاعي اهو. لا الاكل بتاعي اهو، هو ده الاكل بتاعي. انا مش مصدقه الاتنين بيكذبوا عليا مره واحده. قال يا مأمنة للرجال يا مأمنة للميه في الجورنال. حلو اللي انا باكله ده يا عوني، اتعلمته في انهي بلد؟ بلد ايه؟ ده انا عمري ما خرجت من البلد دي. ياما انت مش قلت لي انك اتعلمت الطبيخ لما لفيت العالم؟ لا لا لا، ده انا اتعلمت الطبيخ في الميز. فين الميز؟ اللي هو المطبخ بتاع السجن. سجن؟ سجن. هو انت دخلت السجن يا عوني؟ نو دخلت السجن. دخلت السجن كتير قوي. ليه؟ اصل انا ربنا ينولها لك كان عندي مرض السرقه. كنت بتسرق فلوس؟ لا فلوس ايه، انا كنت بسرق الدراعات بتاعت البلاي ستيشن. اصل انا كان عندي بلاي ستيشن وكل ما اشتري دراعات الاقيها بايظه، قلت انتقم بقيت اسرق دراعات على طول. انا مش مصدقه، هو ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ ما احنا زي الفل اهو. تحب اعمل لك جلاش؟ ايوه شربت سجاير في الحمام اكتر من مره. يعني كنت بتكذب علينا طول الفتره اللي فاتت. ومش بس كده، مره شربت حجرين معسل على القهوه اللي على اول الشارع. شيشه؟ ايوه حضرتك اللي هي بخرطوم دي. اتفضل يا عم. اتفضل ايه؟ ما يشرب سجاير ولا شيشه ولا يموت ويولع بجاز، احنا مالنا يعني؟ ولا هبلغ عنه يا جمال؟ لا لا مش فارق معاه، ان شاء الله يشرب زباله حتى ياسر. انا اللي فارق معاه انه بيكذب. لا يا مستر خالد لا، لو سمحت انا مش كذاب خلاص. وبعدين لو كده بقى انا ممكن اقدم استقالتي دلوقتي. لو النبي انت فارق معاك الكذب قوي. ها خالد، يعني انت اللي الكذب ما تطلعش من بقك؟ يا ايمن روح انت دلوقتي عشان في اجتماع مهم بيني وبين ياسر بيه لتقرير مصيرك. يلا يلا ياسر. ايه ما تدفعش؟ انا كمان عايز اعترف يا جماعه. هلو هلو يا حبيبي، النهارده يوم الاعترافات العالمي، اتفضل يا بيه. انا كنت بسمسر من وراكوا فلوس. بتسرقنا؟ احنا ناقصين يا اشرف. فاكرين الخلاط اللي بعتوني اجيبه وجبته ب 250 جنيه؟ ايوه فاكرين التعويره بتاعت ال 250 جنيه دي؟ ايوه كانوا 100 و150. الخلاط ده ما كانش ب 250 جنيه، الخلاط ده جبته ب 90 جنيه. ومش بس كده، جبته من العتبه ومستعمل وقدمته لكم انه جديد. طب فين بقيه الفلوس انت؟ اكيد ما حطيتهاش في حسابي في سويسرا، صرفتها على سالي. صرفت فلوسنا يا جزمه. قلبي انت ملعون، وسالي كمان ملعونه. سامحني ارجوك. هنسامحك جدا ياسر. اقفل الباب. امرني يا معلم. شفت بيكذبوا علينا وبيخدعونا، بيتعاملوا معانا على اننا قراطيس.
ترخيص ترخيص دي حاجه قليله. احنا مش حفاظ حفاظ. تيجي بقى تتفرج وتشوف بنفسها عشان بتقول علينا احنا كدابين. ده احنا غلابه. هات لنا يا ابني اتنين عصير بسله ولا حاجه من عندك. حاضر مستر خالد. الوحيده اللي ماشيه معانا كويس هاله. بلومي لو انا بعمل كده اتقربت انتي عمري في حياتي كل يوم يا ربي. ايه الجمله دي؟ ما نفسي اقول بس انا عايز اعترف. صباح الجمال. تعترف بانت اخرى. ايه؟ لا افتكرت. انا كتير قوي ببقى فاكره بس بستعبط وبعمل نفسي ناسيه. بنتي دي صدمه. انا عارفها من يوم ما جت هنا. لا بص يا معلم كده في حاجه غلط. الجنان ده وراه سر. لا مش معقوله يا خالد. يبقى في سر ورا الجنان ده. كده ماشي. انت يا اصبخ عوني يا زفت. يس سير. عايز اعرف الاكله اللي من هنا دي عملتها ازاي. انا ما اقدرش اقول لك. ده شرف المهنه. انت يالا ما اقدرش حتى لو شنقتني هرفدك. جبتها من الكتاب دوت لقيته هنا فانا لقيت الوصفه فيه فعملتها بالظبط. ده كتاب انجليزي ومش بتاع طبيخ. هو في كتاب انجليزي مش بتاع طبيخ. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوه في كتب انجليزي مش بتاع الطبيخ. دي جديده بالنسبه لي. تعرف يا عوني انت خساره فيك الزنبيل اللي انت لابسه وخساره فيك كمان الميداليات دي. من فضلك مستر خالد دول اعز ما املك. اعز ما تملك ليه يا اخويا؟ ليه يا اخويا؟ ايه دي ان شاء الله؟ دي انا لاقيها. ودي دي بيلاقوني بيها. الكتاب ده عن طرق الاستجواب. ايه؟ عشان كده كله بيقر ويعترف. بركاتك يا عوني. ايه ده؟ يعني لولا الكتاب ده انا ما كنتش هعرف ان انتوا الاثنين كدابين؟ كنت هتعرفي. يا مساله وقت بس يعني. وبعدين خلاص بقى يا لالي سامحينا ورحمه اخوك تسامحينا. اخويا؟ اخوك؟ اخويا. يا ماي براذر. ايه هو ما كانش اخوكي ولا ايه؟ لا ما كانش اخويا. ما كانش اخويا. يا بنت اخوك اللي احنا كنا دايما انتوا الاثنين يعني اخوك اللي كان مات ده وعمرنا ما شفناكم مع بعض اصلا. ما كانش اخويا ده كان انا. ايه؟ اصل انا كنت اكرم لحد ما بقى عندي 6 سنين. اكرم؟ ايوه. اصل انا ما كنتش بحب العب مع البنات خالص. كنت بحب اضرب الولاد كلهم وكنت بلعب كاراتيه وجودو وكونغ فو وما كنتش بحب البس سكيرتس خالص. طب وانت اكرم يعني ازاي عرفت انك ليالي؟ ما انا بقى لما رحت الدكتور نفساني وكده فاقتنعت ان انا بنت وبقى اسمي ليالي. يا بركاتك يا اصبخ. على العموم يا ياسر احنا الحقيقه ما تهمناش في اي حاجه. هي مقسومه لك من زمان وحلال عليك يا حبيبي. لا حلال على اهلك انت يا حبيبي. لا والله انا بتنازلك. انا بتعزم عليا توزي فيك انت وهو. طب استني بس. خد يا اكرم. يا اكرم كراميلا. الو. صباح الفل يا باشا. مكتب مباحث المخدرات حضرتك. حضرتك انا عاوز ابلغ عن حاجه مهمه قوي يا باشا. تاجر مخدرات كبير قوي يا باشا وانا عارف عنه كل حاجه والله. اسمه خالد يا باشا. عنده كافيه كده في المهندسين في شارع الثوره اسمه كافيتشينو. ده بقى اللي بيشيل فيه البضاعه بتاعته. سعادتك لما تروح تقبض عليه بقى ان شاء الله هتلاقي المخدرات في المكتب بتاعه في الدرج الثاني يمين. انا مين؟ انا ياسر يا باشا. يعني فعل خير حضرتك. فعل خير. كده نبقى خالصين بقى يا عم خالد.